شكون يقول لك انه احسن انجاز قام به رئيس الجمهوريه قيس سعيد هو اخراج حركه النهضه من الحكم؟ شنو رايك؟ اي راي من اللي حركه النهضه كي خرجت رد حتى مع الهم اللي كنا نعيشوا فيه 11 ولا 12 سنه واحنا نقصيو في شيء غريب. القفه هذه ريتها صغيره ولا كانت كبيره قبل؟ صغيره وما تنجمش تعبيها، هذه ريتها ماهو ما تنجمش تعبيها القفه وصغيره، وهم كلاو حشيش وريش. الترابل سيء قبل، الترابل سيء قبل يضربوا الناس الكبار. احنا نشريو في البنانه بدينار في رمضان، والحم نشرو فيهم 10,000 في رمضان، ما مسوناش احنا الزواولة اخضر ويابس كلها كلاوها الدنيا، ما خلوناش احنا حتى باش نعيش. وجاو يطالبوا شكون ينجمهم، وقضى عليهم قيس سعيد وخليهم في وجليه وماذا بينا مع شغل. كنا نحو عرصة من عرص البلاد، اسكي ترخ ولا مترخش البلاد؟ حبينا ولا كرهنا من بعد الثورة من بعد بن علي راح حركة النهضة عرصة من عرص البلاد. وانا قيس سعيد مع اختلافي مع حركة النهضة، قيس سعيد غالط في تخريج حركة النهضة بالحكم. ماذا كان ينجم يعطيهم وزارة زوز لا يعنوا في البلاد، وزارة الثقافة اللي هي راهي تعني، حتى وزارة الثقافة وزارة برشا وزارات يعني وكل وزارة تعني، أما لكن يقلل من نسبة من نتاعها من نسبة القوة نتاعها. كانت وزارة خارجية وزارة داخلية شهدت حركة النهضة، تحكوا في البلاد. اليوم كي نحكوا حركة النهضة راه نحكوا مديرين عامين في الوزارات. حركة النهضة راهي تحكم في البلاد، سواء كانت في الحكم ولا ما كانتش. يعني بالنسبة لك أنت التوا حركة النهضة لم تفقد الوزن السياسي والثقل السياسي نتاعها في تونس؟ حركة النهضة فقد جماهيرها شعبها اللي كانت. اليوم كي نحكوا على حركة النهضة 600 و700 ألف راهو ماهيش حكاية صغيرة بالنسبة لتونس مقارنة بالعدد بالنومبر في تونس. 10 ملايين عندها 700 ألف مناصر فقدتهم، فقدتها. إذا كي تفقد معناتها الشعبية نتاعك والقاعدة الجماهيرية نتاعك إذا تضعف وتنقص. تضعف جماهيرياً لكن السياسية مازال عندها الوزن نتاعها؟ في الحكم وفي السياسة راهي ما تضعفش. علاش؟ خاطر اليوم راهي حركة النهضة من 2011 وهي تحكم في تحط في ولادها في الحكم، وولادها راهم ماهمش ولاد نتاع يخدموا في الحظيرة ولا غيره، مع كل احترامات الناس اللي يخدموا في الحظيرة. ناس تحكم مديرين عامين أولاد حركة النهضة، معناها حركة النهضة تحكم في الخلف دولة عميقة. حركة النهضة حبينا ولا كرهنا؟ إي بالطبع، هذاك هو يرحم والديه ويرحم الكرش اللي تخبط فيها. أما الرئيس كان يكمل بالواجب نتاعو، يكمل يشد لنا الراس الكبير بخلاف شو اسمه كمال طايف، خاطر كمال طايف هذاك العضو الثاني نسميه انا مش له، اما يكمل يشد لنا ساعة الراس الاخر. اما هو رئيس وهو عليه الكلام، ان شاء الله يكمل يواصل بالانجازات اللي هو يعمل فيها. احنا نحب نغزو المستقبل قبل كل شيء، المستقبل يهمنا اكثر من الماضي. تحب تشد تحاسب الجماعه، يا اما تحاسبهم على قاعده بثوابت، اما تشد وتسيب كيف فرق؟ يا عندك أدلة صحيحة تقويك وقت اللي تشد، وإلا باش تشد وتسيب تزيد ضعفك. ولذا الكلام هذا كله فارغ، اللي يهمنا هو الإنجاز المستقبلي. والإنجاز المستقبلي يا أخويا إحنا المواطنين كمواطنين اللي يهمنا هو إيش ناكلوا، إيش فما في مكتوبي، هذا بالفايدة. أما الصراعات السياسية الصراعات السياسية أول حاجة ما تهم جماعة معينين ولا أكثر ولا أقل، ما تهمش جماعة الناس كلها. حاتم الشعب تونس هاك شفته في الانتخابات البرلمانية ما مشاش، قريب 90% ما مشاش. ولذا لازم نعتبروا بالأمور هذه ونقولوا اللي يهمنا هو إيش عملت لقفة المواطن اللي نحكيو عليها. الكل نقولوا قفة المواطن ولات هي سلوغان، قفة المواطن ولات سلوغان لجميع الأحزاب ولجميع اللي حاب يظهر في التلفزه واللي حاب يتكلم واللي حاب يلاحظ. كلمه السر هي حقوقه المواطن لا اكثر لا اقل. وفي الواقع ايش عملنا؟ احنا في حاجه الاراده للشخص اللي عنده شجاعه وعنده انه يخرج انه يغير المجد السياسي في البلاد. خاطر هذول 10 سنين شفناهم الكل شنو صار فيهم، معناها من جميع النواحي ما ثم حتى حاجه، حتى تقدم من جميع النواحي. نرى اللي إرادة السعيد هي فيها نوع من الشجاعة، خذ بزمام الأمور، وخاصة الناس اللي كانوا مناسبين يلزم يخرجوا من الحكم، هذا اللي لازم يصير.
إذا إخراج حركة النهضة من الحكم إنجاز تعتبره؟ هذايا نعتبره أول خطوة نحو التقدم. صحيح بالحق صحيح، هما من اللي شدوا هما البلاد دخلوها في حيط، بالحق دخلوها في حيط. إن شاء الله هذا رئيسنا ربي ينصره، هانا صابرين معاه. عطلونا برشا في جميع الميادين، حتى ثم أشياء توا القضاء يكشفهم، صفقات مشبوهة والفلوس اللي كانت تم معناتها ثم تلاعب في برشا أمور بتاع الدولة. لذا نصوروا خطبة باهية، أول حاجة هي معناتها إزاحة النهضة ومحاسبتها أون بلوس، مش إزاحتها بركة، خاطر المليار اللي خرجوا من خلال الدولة وين مشاو؟ الوظيفة العمومية غيروا شبهات الفساد وينهم الكل؟ دونك هذه خطوة باهية وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. عزم عمل يعطي صح، خاطر ماهمش باهيين، ما خدموش البلاد، ما عملوا حتى شيء، إيش نعملوا بهم؟ ربي معاه، ما نحبش نقول كلمة أخرى، ربي معاه. والله بعد 10 سنين إنجاز مسؤول وإن شاء الله يوصل. كارثة تعدى بها الشعب التونسي، فهمتني، غالية الأسعار والإدارات تعبة برشا، وإن شاء الله إن شاء الله تونس أحسن. هو والله بالنسبة للرئيس قيس سعيد حل مجلس النواب، كذلك حل رئيس مجلس النواب هو رشيد غنوشي، وحل النهضة بصفة عامة تم حلها لكن بصفة ماشية واضحة. لكن احنا تو نتأملوا بكونوا مجلس النواب إن شاء الله يكونوا هما عبرة للمجلس النواب السابقين. ولو أنا عندي تقول رئيس المجلس النواب اللي هو أبو محامي، نذكره أبو سيبو دربالة، ومن عز المحامين، أنا بسيط نخدم مع محامي، ومن عز المحامين اللي معناها يعتبروها يعني نجم نعتبروها ينوب الشعب ونجم نعمل عليه. أي حزب باش يخرج يقوله باش وقفت البلاد، هاي البلاد تحت، البلاد تحت، ولا زيادات والدنيا كلها شنو، ما عملنا شيء، نعتبر ما عملنا شيء، كلها تقف الناس كلها مع بعضها تنحي السياسه وتنحي الامور، هذا الكرسي تنحي وتشوف البلاد في مصلحه البلاد. بعد ما تم اخراجها من الحكم، هل تعتبر انه حركه النهضه ما زال عندها الثقل والوزن السياسي؟ لا مازال، لا مع وزن سياسي ما عندهاش، اما مازال عندها بعض العروق متفرطه ببعض الجهات، فهمتني؟ وهذوكم كما مشى البارح الجندوبه لابيطال هذاك اللي باش يعملوا من قداش عنده من سنه، ها خرجوا معناتها وبدلوا الصبغه نتاع الارض وبدلوا كذا، معناتها يفهموا كان ديريكت تو كيمشي تو احنا ساريه اللي بدل الصبغه نتاع الارض هذاك وين باش يمشي، وفلوسه مرصوده وكل شيء مرصود على ما يخدموش. هاك العروقه كلم مش حطتهم النهضه وحطت في بعض البلايص او ياخذوا عن مكان حتى لين تشادوا بالكامش، وبقدره ربي رانا ارتحنا منها، احنا ارتحنا منها باذن الله. عادش تنجم ترجع للحكم؟ يستحيل، ما عادش نرجع، ما عادش باش نعيش، يقعدوا يعيشوا حاره في جرطه بعضهم هكا وتصبح على خير، امبوسيبل باش ترجع. الحمد لله يا ربي كيهجوا هما بركوا ويبعدوا عليه ربي، مازال كان غنوش هذاك بربي فك العمر هذاك، هو كان 80 هو عنده 90 ولا 91 سنه، راهو سبحة وشاد الجامع على روحه وقاعد رايد، وخلي العباد تخلي العباد تحبك، علاش تكرهك؟ علاش تكرهك العباد وانت فك العمر هذاك؟ نورمالمون راك العباد الكل تحبك وراهو كذا، وانت تبعد على المواضيع هذه، وانسان كبرت انسان خطير، عاملين اللي مطلعينه وحاطينه رئيس مجلس النواب زعما باش يشد الرئاسه، كما قضوا على الباجي قيس السبسي باش راخي يطلع لهم قيس سعيد هو بيده. هو النهضه بحد ذاتها هي القيادات تكلمت خرجت قالت احنا في حد ذاتنا فقدنا البريق بتاعنا وفقدنا وزننا في البلاد. ديجا ثم تشظي في داخل الحركه، ثم تضرب حتى في المصالح بيناتهم، قالوا احنا توا هياكلنا ما عادش قادر انا تسير توا حتى باش يعمل مجلس شورى، ثم شكون خرج عمل حزب مستقل وحده، بالتالي مسألة النهضة نعتبرها مشيت في التاريخ ما عادش مش عندها وجود. اي مازال تأمر اما في الخفاء. نجم يجي نهار وترجع حركة النهضة للحكم؟ لا مستحيل، كان تبوس عينيها، كان يبوسوا عينيهم الحكم ما عادش يفرحوا به، مستحيل. انا ذي مبشرها لكم خاطر انا عندي احساس كيما معمل زين وخرج حتى الغنوشي باش يجي نهار ويخرج. البيرد ليكيليبر، ضيعت الميزان بحكم الدوسيات المحجوزه، اخيرا تسمى فقدت ليكيليبر نتاعها.
نجم نشوفوها مرة أخرى في الحكم؟ صعيب شوي، الشعب التونسي فقد الثقة كاملة زادة في النهضة. السياسيين أي نزل عند هاي، خاطر عندها البرة مش كان هنا، هي عندها في كل بلاصة، في كل بلاصة. ما عنديش فكرة برشا على السياسة، ما اللي نعرفه عندها في كل بلاصة زارعة على العروق. هاي تنجم ترجع يجي نهار وترجع للحكم مرة أخرى؟ تنجم ترجع ما ترجع، إذا كان فما معناها يتقويوا عليها يرجعوا، كيفاه نقولوا احنا أنصارها معناها يساندوهم ترجع بتبيع. هاي أمانة ديما نقعد نساند قيس سعيد. علاش تساند في رئيس الجمهورية؟ خاطر عجبني، وخاطر راجل نظيف، وخاطر راجل باهي باهي يحب يخدم البلاد بقلب ورب. شنو رايك في مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد؟ ماشي في الطريق الصحيح والا كمان فما الباهي وفما الخايب؟ يلزم يتعاونوا، هو باش يهز البلاد للصحيح يلزم الناس كل تعاون. يعني بالنسبه لك انت ما يلزمش يتم الاقصاء حتى المنظومه القديمه ما نقصوها؟ الاقصاء يلزم الناس كل، هذا كل واحد افكارهم واشاورهم في الامر، شاور هذا يعطيك فكره وهذا باش تنجم تقوم، باش كان فكرته صحيحه معناها باش توصل البلاد. كان افكار معناها غلطه، واحد حكايه فارغه ما تمشي ما نوصل حتى النتيجه كده.